بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. أكد رئيس جنوب إفريقيا السيد جاكوب زوما أهمية تعزيز العلاقات مع المغرب البلد الإفريقي الذي قدم دعما كبيرا لكفاية شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري. وقال السيد زوما في حوار مع يومية نيوز 24 الجنوب إفريقية نشرته اليوم الأحد إن المغرب بلد إفريقي نحتاج لعلاقات معه، وأضاف أن المغرب قرر تعيين السفير في بريتوريا كإشارة أولى على رغبة البلدين في إطار التمثيلية الدبلوماسية بكل من الرباط وبريتوريا. وقال رئيس جنوب إفريقيا لم نواجه أبدا أي مشكلة مع المغرب، ذكرا بالدعم الذي قدمته المملكة المغربية إلى شعب جنوب إفريقيا خلال نضاله من أجل التحرر من نظام الفصل العنصري. وذكر السيد زوما أن المغرب كان واحدا من البلدان التي زارها الرئيس السابق نيلسون مانديلا من أجل البحث عن الخبرة العسكرية في أوائل سنة 1960، أيضا من أجل تدريب مناضلي الجناح المسلح لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، مؤكدا أنهم المغاربة ساعدونا كثيرا. وقال رئيس لهذه الأسباب شعر مانديلا بعد الإفراج عنه في سنة 1990 أنه من الضروري زيارة المغرب من أجل شكر المغاربة. كان صاحب جلالة الملك محمد السادس استقبل بأبيجون رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد جاكوب زوما على هامش مشاركة جلالته في أشغال القمة الخامسة الإفريقية الاتحاد الأوروبي. وخلال هذا الاستقبال الودي الذي طبعته الصراحة والتفاهم الجيد، اتفق قائد البلدين على العمل سويا يدا في يد من أجل التوجه نحو مستقبل واعد، لا سيما وأن المغرب وجنوب إفريقيا يشكلان قطبين هامين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية كل من جهتها بأقصى الشمال وأقصى جنوب القارة. كما اتفقا على الحفاظ على اتصال مباشر والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية خصبة من أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز الوضعية التي ميزت العلاقات الثنائية لعدة عقود. وفي هذا الصدد قرر جلالة الملك محمد السادس والرئيس زوما الرقي بإطار التمثيلية الدبلوماسية من خلال تعيين السفيرين من مستعار بكل من الرباط وبريتوريا. دمتم سالمين وإلى اللقاء.